السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم على قناه الحميدي. الناس اللي اول مره كتشوفني كنتمنى على انها تنزل تحت تبارك على زر صابوني باش تنضم الى العائله الصغيره. لا ما بقتش صغيره ولات كبيره. علاش؟ لاننا اضفنا اللغه الفرنسيه الى قناه ديالكم اللي هي الحميدي اللي من خلالها ان شاء الله غادي نحاولوا نتفهموا اللغه الفرنسيه، خصوصا يعني الناس المقبلين على الجهوي او الناس ايضا اللي مقبلين على الباك حر. اذا في هذه الحلقه هذه غادي نهضر لكم على المقدمه ديال احياء النموذج. اذا الناس اللي متبعاني ف اول يعني حلقه من الحلقات ديال احياء النموذج اللي هو اول درس يعني في البكالوريا، هضرت لكم على التقديم العام او التاطير العام ديال احياء النموذج. ثم في هذه الحلقه غادي نهضر لكم على المقدمه، كيفاش غتكون هذه المقدمه هذه، شنو هي الشروط اللي خصها تكون فيها، ما هي المعايير المتخذه، يعني الى غير ذلك. وايضا يعني في باقي الحلقات الاخرى غادي نخص حلقه للحديث عن يعني التحليل الى اقتضى الحال، وكان التحليل يعني طويل راه نحاول نقسمه لكم على جوج، ثم حلقه خاصه ايضا على التركيب اللي هو كتكون عليه اربعه ديال النقط. اذا هذه المقدمه هذه الاخوان ماشي اي واحد يعطيكم المقدمه فهي راه مقدمه صحيحه، وماشي اي مقدمه زدتيها من الانترنت راه مقدمه صحيحه، وماشي اي مقدمه كتبتيها انطلاقا من راسك انت فهي راه مقدمه صحيحه. اذا المقدمه عندها شروط معينه ومحدده، خاصك تتبع هاد الشروط هذه المعينه لانها وفقها المصحح يعني ديال الامتحان ديالكم كي يمشي، باش هذا هو المعيار الوحيد ديال المقدمه. طبعا اذا كما كتعرفوا على ان المقدمه لابد لها، وهذا السؤال هذا اللي كتحط لكم راه كتحط لكم يعني في الامتحان الاول، ما كان ما عرفتوش غيبان لكم ولا ما غيبان لكمش لان الاضاءه قويه، فبالتالي ما اعتقد بانه غيفهم غيبان لكم هنا هذا السؤال الاول، وهو ديال تاطير النص ضمن سياقه الثقافي والادبي. اذا فبالتالي لابد خصنا نذكروا السياق الثقافي والادبي لظهور ذاك الاتجاه المعين، سواء كنهضر هنا سواء كان احياء النموذج او كان سؤال ذات او كان تكسير البنيه او كان تجديد الرؤيه، فراه نفس الشروط ديال المقدمه، نفس الشروط يعني والمعايير ديال هذه المقدمه هذه. اذا غادي نهضر لكم انا نركز لكم خصيصا على احياء النموذج. اذا لابد كما قلت لكم يعني من السياق الثقافي والادبي، ثم لابد من ذكر الرواد، لابد من ذكر الرواد، وهنا كنهضروا على النص التطبيقي. وكاين اللي يقول لي استاذ اذا ما هو الفرق ما بين النص التطبيقي والنص يعني النظري، فراني شرحت هذا الشيء ومازال ان شاء الله غادي ندير حلقه ايضا غادي نهضر فيها يعني بشكل مختصر ومحدد على الفرق ما بين النص التطبيقي والادبي. اذا كنهضروا كما قلت لكم على الرواد الاخوان، راه العدد فيكم وهذا الشيء كلمستوه في اثناء التصحيح، كنلقى ان التلامذ كيهضر ليا على بدايه يعني السياق الثقافي الادبي، كيهضر ليا على احياء النموذج، ومن كيجي الرواد كيعطيني الرواد ديال سؤال الذات او الرواد ديال شي اتجاه معين. اذا لابد انكم تحفظوا على الاقل تكتبوا واحد ثلاثه ديال الرواد، على الاقل واحد ثلاثه يعني ديال الرواد تحفظوهم في احياء النموذج او في سؤال الذات او في تكسير البنيه او لا يعني في تجديد الرؤيه وباقي الاتجاهات الاخرى. طبعا ثم ايضا مباشره من بعد ما كديروا الرواد كتخليوا الرائد اللي نتوما او لا يعني الشاعر، رائد الشاعر اللي نتوما غتحللوا القصيده ديالو في اخر يعني ذاك الرواد. انا غادي نعطيكم نموذج لهذه المقدمه هذه، نكتبها لكم وغادي نقولها لكم دابا يعني باش تعرفوا هذا كيفاش يعني هذه المقدمه هذه. اذا الرائد ديالنا كنخليوه في اخر 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 حاجه وكنهضروا عليه، سواء الى عطاونا التعريف، بعض المرات كيعطيوني التعريف ديالو، الى عطاونا التعريف غادي نهضروا له شويه على الحياه ديالو بشكل مختصر، الى ما عطاوناش التعريف مثلا نقدروا نقولوا ويعتبر هذا الشاعر او هذا الرائد من الرواد الذين كتبوا في اتجاه مثلا الاحياء النموذج او لا ولا شي حاجه بحال هكا، وله مجموعه من القصائد او مجموعه من الدواوين ابرزها مثلا الديوان الذي اقتطفت منه هذه القصيده التي نحن في صدد تحليلها مثلا، غادير العنوان ديالها الى غير ذلك. طبعا راه كيعطيكم كما قلت لكم راه كيعطيك المصدر ديال من اللي خداو ديك القصيده اللي نتوما كتحللوا فيها. اذا هنا عرفنا الشاعر او الرائد
في المقدمه ديالنا كنجيو مباشره كنطرحوا الاسئله الاشكاليه. الاسئله الاشكاليه من كنجيبوها كنجيبوها من الاسئله اللي كيعطيونا هما طبعا هنايا في هاد في هاد الاسئله اللي كيعطيونا هنايا. اذا هما عباره عن اسئله حنا غادي نطرحوها يعني في المقدمه ديالنا بحالاش بحال مثلا فما هي الحقول المعجميه التي اعتمدها الشاعر في قصيدته، وما هي الخصائص الفنيه التي استعملها، ثم مثلا ما هي الطريقه المعتمده في بناء النص، والى اي حد مثل هذا الشاعر مثلا هذا الاتجاه. اذا الاخوان الاسئله علاش قلت لكم كطرح انطلاقا من الاسئله كتاخذوها وكطرحها في الاسئله الاشكاليه في المقدمه، لانكم شحال من واحد فيكم كيجيب شي اسئله يعلم الله من كيجيبها وكيجي كطرحها في المقدمه، ولكن شنو الغرض منها؟ ما عرفتش انا الغرض من الاسئله هو انكم تجاوبوا عليها في التحليل، هذا هو الغرض من طرح الاسئله في المقدمه. اذا الا ما كنتيش غتجاوب عليها فبالتالي لا داعي انك باش تطرح شي سؤال اللي انت ما غتجاوبش عليه. اذا الى حدود الان غادي نكونوا يعني سالينا من المقدمه، سالينا من المقدمه، غير كاين اللي غيقول لي استاذ راه كاين السؤال مثلا كيتطرح لينا في السؤال الاول هو تاطير النص ضمن سياقه الثقافي والادبي مع طرح فرضيه، مع طرح فرضيه. اذا من بعد مباشره من بعد ما كنعطيو الاسئله الاشكاليه كنجيو عاد كنبنيو الفرضيه، كنبنيو الفرضيه والبناء يعني كان بطريقه باش كنبنيو الفرضيه وكنديروا الملاحظه البصريه للعنوان الا كان عندنا العنوان، ثم الملاحظه البصريه للقصيده الشكل ديال القصيده ان مثلا يعني لها نظام شطرين متناظرين تنتهي بقافيه موحده وروي موحد الى غير ذلك، ومن بعد كنجيو كنطرحوا الفرضيه. اذا من خلال يعني المؤشرات السابقه يمكن ان نفترض ما يلي، لكن هذا ماشي موضوعنا، فقط انا ركزت لكم على فقط يعني المقدمه الشروط ديال هذه المقدمه هذه، وانا غادي نقراها لكم دابا وثم طبعا غادي نخليها لكم في صندوق ديال الوصف. اذا غير نموذج، هذا غير نموذج ديال المقدمه، فانتم بامكانكم انكم يعني تكتبوا ولا تبداوا يعني في مقدمات ديالكم نتوما اللي تكون يعني باسلوبكم الخاص، غير هو كما قلت لكم تحترموا في هذه الشروط اللي عطيتكم انا في الاول، السياق الثقافي باش دار ذاك الاتجاه، ثم الادبي ويعني الرواد الى غير ذلك. عندكم نموذج. اذا انطلقت حركه الشعر العربي الحديث بظهور شعر احياء النموذج الذي تميز بعودته الى الشعر العربي القديم لما اتصف به من قوه ومتانه باعتباره المثل الاعلى للشعر العربي، وعمل على تقليد شعرائه في القول الشعري معنى ومبنى، فسمي بذلك بالشعر الإحيائي أو محاكاة القدماء أو بالشعر الكلاسيكي. ومن أبرز رواد هذا الاتجاه نذكر محمود سامي البارودي، حافظ إبراهيم، علال الفاسي، أحمد شوقي مثلا، ويعتبر هذا الأخير من أبرز الرواد الذين كتبوا كما قلت لكم غديروا يعني التعريف ديالو إلا عطاكم التعريف، إلا ما عطاكمش فقط غادي نديروا مثلا من أبرز قصائده كذا كذا كذا. وترسيخه بطريقة معتمدة بالكاتب. إذا هنا نطرحوا الأسئلة. إذا فما هي أو ما هي الحقول التي اعتمدها الشاعر في بناء او في نصه، ثم ما هي الخصائص الفنيه التي اعتمدها الشاعر في قصيدته، ثم ما هي الطريقه المعتمده في بناء النص، والى اي حد مثل الشاعر اتجاه احياء النموذج، علامة استفهام. اذا الى حدود الان غادي نكونوا سالينا المقدمة ديالنا. اذا خوتي اخواتي كنتمنى على ان الى عجبكم الفيديو استفدتوا منه انكم ما تبخلوش ما تنساوش اللايك، ثم ايضا تبارطاجيو مع الزملاء ديالكم. الى حدود الان كنتمنى على انكم تكونوا بصحة ويعني استفدتوا معايا، وايضا يعني مرحبا بالاسئلة ديالكم. اذا الى الحلقة القادمة ان شاء الله.